بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الإدعاء بالتزوير. إيه بقى الإدعاء بالتزوير ده؟ عايزين نبصله من كذا زاوية، بحيث إن هو من الحاجات اللي كلنا بنحتاجها في التعامل أثناء مباشرة القضايا، ولا سيما إن في ناس كتير يعني ممكن تتخيل إن هي تستطيع بتغييرات بعض الأوراق إن هي تعدي من القانون أو تفلت من العقاب. هنقول إن الإدعاء بالتزوير هو الإجراءات اللي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الورقة، سواء كانت هذه الورقة أو هذا المستند أو هذا المحرر عرفي أم رسمي. طيب، عشان نتكلم في الموضوع ده لازم نفرق بين الإنكار، الطعن بالإنكار، والطعن بالتزوير. وحنقول على الهامش كده الطعن بالجهالة. يتفق الطعن بالتزوير مع الطعن بالإنكار مع الطعن بالجهالة في حاجة واحدة بس، وهي الوصول أو معرفة هل الورقة أو المحرر أو المستند صحيح أم غير صحيح. أما الاختلاف بين الإنكار والتزوير والطعن بالتزوير، إن الإنكار لا يرد إلا على المحرر العرفي، لا يجوز الإنكار في المحرر الرسمي. أما التزوير فيمكن أن يرد على المحرر العرفي أو المحرر الرسمي. طب الطعن بالجهالة، الطعن بالجهالة ده هو الطعن الذي يبديه الورثة على الورقة أو المستند أو المحرر الذي يقدم منسوبا إلى مورثه. طيب، في مجال عبء الإثبات، الطعن بالإنكار ينقل عبء الإثبات إلى من ينكر التوقيع الموجود على الورق. يبقى الطعن بالإنكار بيخلي اللي بيطعن بالإنكار هو المسؤول والملتزم بإثبات صحة أو عدم صحة الورق. أما الطعن بالتزوير فبيجعل صاحب التوقيع أو مقدم هذه الورقة هو المسؤول عن إثبات صحتها من خلال اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير. طب الطعن بالجهالة، الطعن بالجهالة بيلزم من قدم المستند إلزام صحته. يعني مجرد أن الورثة يقولوا إحنا ما نعرفش أن ده توقيع مورثنا من عدمه، مجرد أنهم يقولوا كده ينتقل عبء الإثبات على مين؟ على الذي قدم هذه الورقة. وما أقول الورقة مقصود بها عقد بيع، عقد هبة، عقد تبرع، مقصود بها عقد شركة، مقصود بها عقد إيجار، أي المكان المسمى احنا بنلخص إذا كان في كلمة المحرر أو الورقة أو المستند. طيب، هل توجد محررات عرفية يجب الطعن عليها بالتزوير ولا يصح الطعن عليها بالإنكار؟ نعم، في بعض المحررات العرفية التي عندما تريد أن تطعن عليها يجب أن تطعن بالتزوير، ما ينفعش تطعن بالإنكار. طب إيه هي الأوراق دي؟ أول حاجة الأوراق العرفية اللي تم التصديق عليها، تصديق على التوقيعات عليها، يعني اتنين راحوا الشهر العقاري عملوا تصديق على التوقيع على عقد، هذا العقد رغم أنه عرفي ولكنه تم التصديق على التوقعات عليه، فلا يصح الطعن عليه بالإنكار، إنما الطعن هنا يكون طعن بالإيه؟ بالتزوير. كمان العقود اللي تم التحصل بشأنها على حكم صحة التوقيع، هذه العقود لا يجوز الطعن عليها بالإنكار، ولكن عندما تطعن عليها يجب أن تطعن بالتزوير. طيب، الأوراق اللي عليها ختم وبصمة، الأوراق مستند عليه ختم وبصمة شخص، إذا ما ثبت صحة البصمة فلا يجوز الطعن بالإنكار بقى على الختم، ولكن عشان تطعن على الختم بقى لابد أن تطعن أيضا بالتزوير. أخيرا، المحررات العرفية التي يناقش الخصم موضوعها، يعني تقدم العقد وبدأ يناقش اللي فيه محتواه ولا دي النقطة دي إحنا كنا كذا وأنا نفذت كذا، يبقى إذن عندما تناقش مضمون ما جاء في المحرر لا يصح بعد ذلك، وده منطقي ان انا اطعن عليه
بالإنكار، لكن أستطيع أن أطعن عليه بالإيه؟ بالتزوير. طيب، معروف أنه يجوز الطعن بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوة حتى أمام محكمة الاستئناف، طالما تم ذلك قبل قفل باب المرافعة. يبقى يجوز الطعن بالتزوير في أي حالة كانت عليها الدعوة حتى ولو في الاستئناف، طالما كان ذلك قبل قفل باب المرافعة. طيب، هل يجوز الطعن بالتزوير بعد الطعن بالإنكار أو الجهالة؟ يعني طعنت بالإنكار تمام أو طعنت بالجهالة، هل يجوز بعد ذلك الطعن بالتزوير؟ نعم يجوز، لكن قبل أن يصدر حكم بصحة المحرر أو عدم صحته. يعني طعنت بالإنكار والمحكمة حكمت بصحة هذا المحرر، ما ينفعش أن نطعن بالتزوير، لكن ممكن تطعن إذا كان هناك وقائع جديدة ليست هي ذات الوقائع اللي كانت محل للطعن بالإنكار. هديك مثال، واحد طعن على توقيعه وطلع توقيعه صحيح واتحكم بأن التوقيع صحيح، هل يجوز أن يطعن بالتزوير مرة تانية؟ طبعا هو طعن بالإنكار لسه ما طعنش بالتزوير. يجوز أن يطعن بالتزوير إذا كان هيبني الموضوع على حاجة جديدة أو واقع جديد، بمعنى قال التوقيع بتاعي وأنا خلاص أقررت أن التوقيع بتاعي وفقا لما انتهى إليه الحكم، ولكن يتمسك بأن هذا التوقيع قد اختلس منه، قد اختلس منه، اتسرق توقيعه، ما كانش يقصد يمضي ده، إنما ده قال يعني غفله، عمل نوع من الإخفال في سبيل أنه هو يتحصل على توقيعه ورتب عليه حاجات. في الحالة دي يجوز هنا الطعن بالتزوير بعد الطعن بالإنكار أو الطعن بالجهالة. طيب، هل يجوز الطعن بقى بالإنكار أو الجهالة بعد الطعن بالتزوير؟ لا طبعا، يعني من باب المنطق إذا كان هناك طعن بالتزوير فلا يجوز بعده أن يتم الطعن بالإنكار أو الجهالة. طيب، لو أن الطعن بالتزوير انصب على جزء من العقد أو الورقة وثبت أنه مزور، هل هذا ينسحب على الورقة بأكملها وكل ما جاء بمحتوى هذه الورقة؟ لا طبعا، الجزء المزور خلاص، أما باقي العقد فيجوز التمسك به والتعامل معه على أنه صحيح. يعني واحد قال أن هناك إضافة سطر في عقد وتبين أن هناك إضافة في تاريخ لاحق وبخط مغاير وثبت أنه إضافة ما كانتش أثناء تحرير العقد، ماشي خلاص ده طلع مزور، هل معنى كده العقد كله ما يعتدش به؟ لا طبعا، يعتد بالباقي ويؤخذ به والمحكمة عليها أن تبحثه مبحث جدي للوصول إلى الالتزامات الواردة فيه. طب الطعن بالتزوير بيتم إزاي يا جماعة؟ كلنا عارفين طبعا، تقرير من مدعي التزوير في قلم الكتاب، وعليه أن يعلن مذكرة شواهد التزوير، مذكرة بشواهد التزوير أو إعلان شواهد التزوير للشخص اللي هو اللي طعن قدامه ده خلال 8 أيام. وهذا الأمر جوازي شوية للمحكمة، يعني لو تأخر الأمر شوية عن 8 أيام المحكمة لها السلطة التقديرية في هذا الموضوع. أخيرا هتكلم في نقطة أنا شايفها جد خطيرة وتحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل للتغيير. الواقع اللي كلنا أكيد إن شاء الله عارفينها برضو، إن المحضر الذي يباشر عمل عندما يذهب بالإعلان لتسليم هذا الإعلان إلى شخص المعلن إليه، القانون بيقول له إيه؟ هتروح تسلم الإعلان لشخصه. طب افرض ما لقاش شخص اللي هيستلم الإعلان، يسلم الإعلان لأي حد موجود في العقار اللي هو كان رايح له ده، لوكيله، وكيل بقى الشخص الأصلي، خادمه اللي ساكنين معاه، الزوجة، الأقارب، الأصهار، كل دول ينفع أسلم الإعلان ليهم. لكن الأمر الخطير بقى اللي يحتاج فعلا سرعة تدخل تشريعي، أن المحضر غير ملزم بالتأكد من شخصية أو هوية الشخص المستلم، بمعنى راح لقى خبط على الشقة على البيت فتح له، أنا مين؟ أنا أخوه،
يسيب له ورق. ممكن جدا لو قال له مش مديك البطاقه عادي يسلمه ويمضيه ويرجع. ده موضوع خطير جدا. طب لو 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 ان بقى شخص لما المحضر راح ماضي للمحضر ان هو الشخص المعلن اليه، انت عبد السميع محمد، ايوه انا عبد السميع محمد، وراح كاتب اسم عبد السميع محمد في الاعلان، وعاد المحضر مبشرا صاحب الشأن انه قد اتم الاعلان لشخص المعلن اليه، ثم فوجئنا ان هذا الاعلان او هذا الشخص اللي وقع هو مش هو الشخص. ما مدى مسؤولية المحضر وكيف يتم التعامل مع هذه الورقة؟ اولا المحضر لا مسؤولية عليه وفقا للتعليمات وفقا للقانون، هو لن يضر في شيء، هو راح سلم الورقة لأي حد، ومع ذلك هو غير ملزم زي ما قلنا بالتأكد من صفة او شخصية او هوية من يستلم الإعلان. طب انا بقى كصاحب شأن اتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ ان انا صاحب الشأن انا ما استلمتش الإعلان ده، لا املك الا ان اطعن على هذا التوقيع بالتزوير. طيب طعنت بالتزوير وطلع التوقيع مزور، فين بقى المسؤولية؟ يعني من هو الشخص اللي اقدر اراجعه او احاسبه في هذا الامر؟ لا يوجد شخص تستطيع انك تراجعه، لان المحضر مضى واحد من غير ما يعرف عنه اي حاجة، يبقى انت مش هقدر ترجع. بس هنا بقت عقبة واعاقة واجراءات في سبيل الطعن بالتزوير، ثم الوصول الى تصحيح الامر دون اي يعني اي مسؤوليه على اي شخص حتى المحضر. لذلك من خلال هذا الفيديو وناشد المشرع التدخل لالزام اقلام المحضرين بالتاكد من صفه الشخص الذي يستلم، ده الحد الادنى للموضوع، نشوف بطاقته ويثبتها، ده الحد الادنى، ده على الاقل. يعني لا يصح ابدا إن أنا أتم إعلان من غير ما أعرف مين اللي بيستلمه، بأي منطق تكون الحكاية دي؟ وعلى فكرة القانون الحتة دي مش واضحة فيه قوي، هو بيقول لك سلمها لأي حد، لكن من الذي أصدر هذا الأمر الذي يجعل هناك مشكلة في إتمام الإعلان على الوجه القانوني الصحيح؟ فنتمنى يعني إن إحنا نكون من خلال هذا الفيديو وصلنا صوتنا ووصلنا لحضراتكم بعض النقاط المهمة في شأن موضوع الطعن بالتزوير، وأحييكم جميعا وأتمنى لكم أوقاتا طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.